الموجز الاقتصادي من القدس دوت كوم رام الله فلسطين، أهلا بكم. عاد المؤشر الرئيسي في بورصة فلسطين إلى الارتفاع الأسبوع الماضي قاطعا موجة هبوط استمرت 4 أسابيع، فيما شهدت البورصة تحسنا في مستوى النشاط مع بدء الشركات المدرجة الإفصاح عن نتائج أعمالها للربع الأول من العام الحالي. وارتفع مؤشر القدس خلال تعاملات الأسبوع الماضي مدعوما بارتفاع مؤشرات 3 من القطاعات الممثلة في البورصة بقيادة قطاع الاستثمار، تلاه مؤشر قطاع التأمين ثم البنوك والخدمات المالية، فيما انخفض مؤشر قطاعي الخدمات والصناعة. أوصى مشاركون في مؤتمر نظمته الإغاثة الزراعية لفرع الشمال بضرورة إعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي في مجال المياه نتيجة للضرر الحاصل في عدم تلبية المياه للحد الأدنى من حاجة المواطنين في مجالي الشرب والري، خصوصاً في ظل الزيادة السكانية المضطردة في أعداد الفلسطينيين وزيادة حاجتهم للمياه. وحسب المجتمعين فإن الاتفاقيات شكلت سبباً رئيساً في تدهور القطاع الزراعي في ظل عدم تمكن المزارعين من الحصول على الكميات الكافية من مياه الري. كشف وزير البترول والثروة المعدنية المصري شريف هدارة أن بلاده تخطط لرفع طاقتها الإنتاجية من النفط إلى 1,000,000 برميل يومياً بدلاً من 700,000 برميل يتم إنتاجها حالياً. وقال الوزير إنه يعقد لقاءات مكثفة مع رؤساء شركات إنتاج البترول لوضع خطة ممنهجة لزيادة إنتاج الآبار وتحسين كفاءة الأنابيب والحقول، وأضاف أن كل برميل بترول تنتجه مصر ليس فقط سيؤدي إلى تقليل الكمية المستوردة من الخارج، بل إنه سيعمل على زيادة الأيدي العاملة المصرية. أعلن وزير الطاقة اللبناني جبران باسيل أن المسوحات الأولية للمياه مقبالة السواحل اللبنانية تظهر وجود نحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز و660 مليون برميل من النفط السائل، مشيراً إلى أن الإنتاج قد يبدأ بعد 4 أعوام في حال احترام المهل. وقال باسيل خلال حوار مع المشاركين في منتدى الاقتصاد العربي أنه تم مسح أكثر من 70% من المياه البحرية وتم تحليل 10% فقط، والتي بيّنت وجود هذه الكميات الهائلة. تراجع العجز السنوي للموازنة الأمريكية بنسبة 32% خلال الأشهر 7 الماضية مقارنة بالفترة نفسها من السنة المالية السابقة، ليستقر العجز في نيسان المنصرم عند حدود 490 مليار دولار. ويعزى هذا الانخفاض إلى تسجيل الخزينة الأمريكية أكبر فائض شهري في الإيرادات وصل إلى 113 مليار دولار نتيجة لارتفاع إيرادات الضريبة السنوية. وأخيراً أسعار العملات مقابل الشيكل.